مرحبا، أهلا وسهلا فيكم معنا بجلسة من مجموعة الجلسات تقدمها لكم سيدتي عن المواضيع المتعلقة بالترفيه في الأسرة. خلونا نبدأ معاكم بالموضوع الأهم اليوم. نحن موضوعنا نتكلم عن أثر المحتوى الترفيهي في الأسرة، وأكيد لازم عشان نبدأ هذا الموضوع نبدأ بالسؤال الأهم، وهو العائلة كلها كيف تستفيد من المحتوى الترفيهي أثناء المشاهدة المشتركة. أنا أحس أنه في هذا الزمان لازم الواحد يكون قريب أكثر لأولاده، مو بس بالتعامل والعطاء والحب، المفروض أنه يكون لازم في مشاركة حتى في المحتوى اللي إحنا بنتفرج فيه، مو عشان مثلاً أنا أكبر منهم في السن فأنا لا ما أتفرج على الأشياء اللي هم بيتفرجوا عليها، أحاول أكون قريبة منهم قدر الاستطاعة. طبعاً الحمد لله الآن التطبيقات البرامج اللي قاعدة بتبث بعض المحتويات هذه نحن بنتفرج عليها صار فيها خاصية أنه يقدر يتعامل عليها كنترول، من حيث أنه في مراحل سنية معينة هذه اللي بيتفرجون عليها، ولكن مو أكثر من هذا. يعني مثلاً في سن من 9 من 3 وما أكبر، يعني 3 إلى 5 سنوات، 5 سنوات إلى 9 سنوات أقدر أبرمجها، من حيث أنه هذه هي المحتويات اللي يقدروا يتفرجوا عليها الأبناء. طبعاً إحنا دورنا كآباء وأمهات لازم نكون حريصين ومنتبهين في الموضوع هذا، سواء إحنا إذا ما كنا موجودين. لما نكون موجودين طبعاً لا أكيد طبيعي جداً إحنا عارفين، ورقابة تكون أفضل وأقوى من ناحية إحنا نعرف بالضبط إيش المحتويات اللي إحنا بنتفرج عليها كلنا كمشاهد مشترك. نبدأ بالأسئلة، يكون في فضول، حب استطلاع، إنه طيب هذا البرنامج إيش عجبك فيه، إيش نال فضولك، شيء غريب، شيء أزعجك، أثار مشاعر معينة، ويصير في حوار، يعني مثلاً أسئلة أجوبة. حتى البرامج اللي نشوفها ممكن تثري الرحلات أو المواضيع اللي إحنا بنعيشها في الواقع، فمن الأشياء الوثائقية أو حتى مثلاً أشياء الكوميدية. المحتوى الترفيهي ممكن يكون جداً هادف، ويستخدم أصلاً في تعليم بعض القيم وإعطاء الأمثلة وتنمية طريقة تفكير، كمان توسعة مدارك الأطفال. فالترفيه ممكن يدخل في عنصر أساسي جداً وهو التعليم. لأنه إحنا اليوم أهم شيء نكون على اتصال دائماً بالأطفال وبطريقة تفكيرهم، كيف أنا أكون على اتصال معهم، أتكلم نفس لغتهم. لغتهم هي لغة أنه يكون شيء تكنولوجي خفيف ترفيه، وأقدر في نفس الوقت أنه أنا أعلمهم من خلال هذه الطريقة. إيش أكثر حاجة أنت تحبوا تشوفوها أو حاجة استفدتوا منها المشاهدة المشتركة خلتكم تستفيدوا، وكيف تقترحي أنه يرغبوهم في مشاهدتها؟ طيب الأعمار مختلفة عندي، فمثلاً بنتي تحب كذا شيء، عندها مكعبات الأرقام، هي تحب الرياضيات. فمرات حتى بعد ما تشوف الحلقة أنا وبسوق فيها تسألني مثلاً 5×5 = 2، يعني نبدأ نراجع وهي تراجع اللي شافته في الحلقة. وفي جابز بلاي هاوس تحب أشياء اللي فيه حتى عالم الحيوانات المختلفة، وتسأل برضو شفنا على الأخطبوت ماي أكتوبوس تيتشر، برضو مرة عجبها وسألتني عن الأخطبوت وشخصيته ومشاعره، وإن كده مرة تأثرت بقصته. رح نعرف أنه مو كل أفراد العائلة دائما مقتنعين مثلا رؤية الأم أو الأب، خاصة إذا كانوا صغار لسه في العمر المراهقين مثلاً، فلما تيجي تبغي توجيههم لمشاهدة شيء ما أو لمحتوى معين مو دائماً يكونوا مقتنعين، كيف تقدري تقنعيهم إنه أو توصل لطريقة تقنعيهم فيها إنه لا هذا محتوى جيد، تعالوا نتشارك هذا محتوى؟ إنه أكون حقيقية، ففعلاً أختار شيء برنامج حقيقي يكون يعني عاجبني ويعني مرتبطة بي أنا كشخص يعني. فسواء كان يعني برنامج سيريز على نتفليكس أو فيلم أو حتى برامج وثائقية، ونتكلم عنه وأشرح لهم ليش أنا مرة مثلاً يعني أيامي مثلاً عندي أيام خلاص أجي من الشغل خلاص يعرفوا الحلقة حقتي، ها إيش بتسوي، إحنا شفناها، فيصير في حوار، نبدأ نحلل الشخصيات، مين الشخصية اللي عجبتك، مين اللي فاجأتك، إيش سوت. وهذا الشيء امتداداً لعادة يعني كنت أعمل أيام ما كنت يعني قدهم مع أبويا، كنا نشوف الأفلام نحلل القصة كيف، إيش ممكن يصير في آخر حلقة، يعني ندخل في حتى يعني تناقش المحتوى اللي بتتفرجوا أيا كان هذا. يحتاجوا أكيد أستاذة نورة، يحتاجوا العائلات الأمهات والآباء لنصيحة، إنه عشان أكيد هم متحمسين إنهم هم يختاروا محتوى يشاركوه مع كل العائلة باختلاف فئاتهم العمرية، بس البعض أو كثير يعني ما عندهم فكرة كيف ممكن أختار هذا المحتوى عشان أشارك عائلتي، إيش تقولي لهم نصائح عشان يروحوا لأفضل محتوى؟ أعتقد أهم شيء إنه يكون المحتوى
يثير فعلا اهتمام الأطفال. نبدأ من هناك، مش المحتوى اللي أنا أفضله، لأنه أنا طبعا حنظر الأشياء بطريقة مختلفة. زي ما تفضلوا ضيوفنا الكرام وقالوا إيش هو يهتم، إيش هي تحب، إيش يثير اهتمامهم، وبالفعل عيشي التجربة معاهم. يعني أنزلي لمستوى تفكيرهم وأسرحي معاهم وأبحري معاهم بالتفكير، بتحليل النص، بتحليل الشخصيات، إيش كان ممكن يصير، ليش كده صار، وتحمسي معاهم الكلام والنماج. يعني أعطيهم الوقت فعلا كامل تركيزك في هذا الوقت، عشان يكون هذا فترة المشاهدة العائلية بالنسبة لهم شيء ممتع. أنا اليوم وكل مرة تعملي دور مثلا أحد منهم يقدر يختار إيش هنتفرج مع بعض اليوم، ويكون كله نابع من عندهم من الأطفال. الجيل هذا الجديد لازم نجلسهم معانا ونخليهم يتفرجوا على أشياء وثائقية، بس كيف أنا أجذبهم؟ الجلسة العائلية، يعني المشاهدة المشتركة. صح. في الأشياء اللي احنا بنظبطها أجواء دفيئة جداً. ممكن نوجه العائلة فعلاً لمحتوى معين ويستفيدوا منه جداً، يعني هذا ممكن، ما أعتقد أبداً في يوم حيكون أياً كان هذا المحتوى يكون مستحيل. أتفق. صح؟ رائع. صحيح. أنا أشكركم، أشكر انضمامكم لنا اليوم في جلستنا هذه، جداً مهم كان المحتوى الترفيهي وأثره على الأسرة، وكيف ممكن أنه إحنا يعني نضيف قيمة ونغير في حياة هذه العائلة بسبب أنه بس نعرف نختار المحتوى الجيد اللي نشاهده بطريقة مشتركة، وكيف نشرف عليه وكيف نختار أصلاً. فأشكركم.